صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ظهر في بعض وسائل الإعلام من يقول إن وضع القبور في المساجد جائز، واستدل بقوله تعالى في سورة الكهف: لنتخذن عليهم مسجدا، فكيف الرد عليه؟ الآية ترد عليه. قال الذين غلبوا على أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم ولم يقبلوا النصيحة وأصروا على البناء عليهم، هذا من باب الذم لهم، هذا من باب الذم لهم. قوله قال الذين غلبوا على أمرهم من باب الذم لهم، وأنهم أخذوا برأيهم ولم يقبلوا النصيحة. وهذا الذي يقول أن يجوز البناء على بناء، يجوز جعل القبور في المساجد، هذا معاند للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أن الرسول لعن من فعل هذا وحذر من هذا، فهذا معاند للرسول صلى الله عليه وسلم ومشاق للرسول صلى الله عليه وسلم وداعية إلى الشرك والعياذ بالله. نعم.